نادا ورد باچو بزي مكنيات اسرول السوچ سي قدرو لساچو تاسبو تيتگن علامون ساگن يكرتوال كقدية مكارو بوالام باقري تطابيا لايذو ويمكت تاسر جس لايب مقبات منم قدات اندال درس باچو تناغروال سوستانيا احمد دوغان يه بلغاريا ينس آنة تمواغا جنا اكن كانينو تاديا اند ايروپيانا قطادر بولتشاس راسوست آمت امرت بادار راسوست مغلج آننا نگگر اياد رغبال لبسات ياسمن تامتو وطات احمد شگوتون بممزز ودگن بارو بمستقات لمتا قوس بموكرم بشگوتو سيستت مكنياتنا باهمر تگل هيوتو لترف جلالج تزام بوهالا تباكيوش درسو لت بيهونم برزنگاتي مكنياتگن لولت كانات هوسبيتال كوموست غبتون ببر يبزوش تياكي اغن يسو كقدية مترف سيهون تباكي اوچو وين بودگارد اوچو يتنبرو يميل نبر عرات تنيا جورج والس نديروبيانا قطاتر باسراز دي سواولة تامن تمرت باميركا بنبرو مرجع مكنيات سوست سوش تلاييتو تباررو سيدرسو عرات غزي بات يتلي متو جلوال بزيهم عمس ساعت يفجي اوبراسيون تدرگو هيوتاتشو لترف جلوال تقاط عدراشو سو احمد يتوالي تركاوي سيهون كا تقاطو بوالا رميل كسرات بيت ابقو باباسوغن بايكرتا اندي سناب بتوسنوال سمنتانيا جورج دولو بوش يا اميركا پريزدان تينبرو جورج دولو بوش كانديم هلتي يقدي يا مكرا تدرگو بتال በነጻነት አደባባይ ላይ ከስፔኑ ፕሬዝዳንት ጋር ህዝብ በተሰበሰበበት መግለጫና ንግግር ሲያደርጉ በመሃል ግን ቦምብ ሊጣል ችሏል። ቦምቡ ከመድረኩ 20 ሜትር ርቀት ላይ ነበርና የተወረወረው በዚህ ጥቃት ላይ
ውድ ተመልካቾቼ ለዛሬ የነበሩኝ ቪዲዮዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ አመሰግናለሁ ሰላም ሁኑ